دعمت منظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية بدعوة 300 يتيم لحفل إفطار جماعتي محافظة إدلب لنشر البسمة والفرحة لأطفال الأيتام. وقد سبق وقامت منظمة يدا بيد بعدة إفطارات جماعية خلال رمضان المبارك، حيث قامت بمناسبة يوم اليتيم العالمي في 15 رمضان بإقامة حفل جماعي في محافظة إدلب، كذلك في ريف حلب الشمالي في منطقة عفرين، وأيضا في الريحانية ضمن الأراضي التركية. وأيضا قامت منظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية بتوزيع وجبات إفطار صائم على مخيمات الشمال السوري المحرر، شملت كل من مخيم الأمل ومخيم الجرف ومخيم أطفال شهداء الحرية، بالإضافة إلى مخيم شامنا للأيتام طيلة فترة شهر رمضان المبارك.